حمل تسميات عدة، وبين أروقته مزارات ثقافية وأثرية. يعود تأسيس حي الدويرات إلى القرون الوسطى أثناء الانتداب العثماني بالجزائر. وترجع تسمية الحي إلى مجموعة دويرة بمعنى التجمع السكاني الصغير، حيث كان ينتدب عن مجموعة الدويرات المسؤول لدى السلطة العثمانية آنذاك، والذي هو بمثابة السفير القائد المعروف بأولاد السلطان. ولا يزال الحي يعرف إلى يومنا لدى العام والخاص بحي دويرات أولاد السلطان. أنا ذاهب وجد هنا أمي نفسه هنا بدأت بالصفات هنا قبل ما يواجهوا هنا كانوا أنا كي لحقت رشي بربع اسبانيول ساكنين هنا وهما بنوا الديار هذا. هي الدويرات كاع كانوا مسمينها هو السرطان، ومن بعد يا فرنسا سمتها ريزا دي ليبرال. راك معايا؟ سموها ريزا دي ليبرال. هذه ريزا دي ليبرال هذه كانت ارتيستا بكري عند فرنسا، سموها عليها. قبل ما نذكروا البوليده ونذكروا حي الدويرات، يجب علينا نذكروا الولي الصالح سيد أحمد الكبير. هذا الولي الصالح اللي جاء من الأندلس وجاء استقر هنا في البليدة، واستقر في جبال أسفل جبال البليدة. ونهار اللي جاء لهنا البليدة هو مؤسس مدينة البليدة. كي جاء صاب عبارة عن قبائل، كاين قبيلة بني صالح بني غلاي بني مصرة، وصاب واحد القبيلة في أسفل الجبل. هذه القبيلة هي قبيلة أولاد السلطان، جاية في أسفل الجبل. جا كي صابهم متفرقين، واش قال لهم؟ قال لهم روحوا كونوا بوليدة، وعلى هذاك الشيء تسمات مدينة البوليدة. هاي عين غيرت العين احنا نديروها بلا ما وهي كوشة كوشتنا هاي وراي كانت كوشة هنايا نهما وكلة المجاهدين هنا نهما داو خبز تاع الجبل منا كانوا يطلعوا الجبل يطلعوا برك شريعة منا هاي دار الأوراقي هاي وراي دويرات جابت رجال جابت يعني رجالة رجالة بمعنى الكلمة كيما الكوشة هاي وراهي هاي قدامكم هنايا هنا نهما وكلة المجاهدين كانوا يهبدوا من الجبل يهودوا لنا هنا جبل خاطر قريب طلع الدروج راك في الجبل تكمل الدروج راك في الجبل. لحي دويرات او قصبه البليده تاريخ نضالي عميق تستشعره بين زنيقاتها وسطوحها الكثير من الاسرار التي حيرت المستعمر وساهمت في تحركات المجاهدين وقدرتهم على التسلل والهروب لمسالكها الضيقة وعدم قدرة جنود المستعمر على ملاحقتها. قاع صوريين دار لي دقدق عليها سيبا قاع خادمين الصورة كي نساهم كي بلادهم كي قاع هذه برك 13 شهيد كاين 335 شهيد قاع الدويرات. أنا يا في الدويرات الدار لبسوا لي تريكو تريكو هذاك فيه الإعلام دي سيني إعلام كان عندي سيزون في عمري خرجت من الدار باتروي تاع عسكر جايزين ضربوني بركلة ونحوا لي تريكو هذاك وقالوا لي باطو على ميزون هذاك الاسم تصبيح ميدا كما قال لكم هذاك تاعي غلطوا ما كانش لي عارفك فهمتي كي يجيو يحوسوا ويحكموك
نالي قبلك يسيبوك وقتك واش مقطام ماشي هذاك الاسم هذاك ما كاش بكري اللي يقول يعطي اسمه اللي يخدم فالفوره وكذا اسم الصحيح ما تديهش فهمتي كيما اللي صارتي سلوى وسمى سلوى وسمى زوينه ما ملي صارتي اسم يعطيوش ما كاش يعطي اسمه صحيح الاسم الحقاني تاع سلوى هو زوينه زوينه ومن بعد من سلوى سكنتيها حسن الحسني بو بقره سكننا هنا هنايا كاين شهيد الله يرحمهم سي حمده يقولوا له سي حمده من تحت كاين جوج شهداء واحد يقولوا له صدمي الرشيد واحد كان جينيور في اليسامي ابراهيم بولوفيا هنا كاين واحد في البنيان هنا يقولوا له بالرشيد حميده هنا اللي دفر بن عوده زقها لي منه السلام عليكم واش راكم مرحبا بكم راكم في دار الشهيد زدمية الرشيد بحي ولاد السلطان بدويرات تفضلوا مرحبا مرحبا أحياء تحمل تسميات مجاهدين قطنوا هنا كبيت الشهيد والمجاهد زدمية الذي يعد بيته من أقدم بيوت الحي العتيق. رانا في الدار اللي راكم تشوفوا فيها هذه دار الشهيد رشيد زدمية. رشيد زدمية اللي زاد هنا في هذا الدار وتربى وترعرع هنا وكبر ومن صغره كان يميل يحب الرياضة بزاف ويحب كرة القدم. وكما كان تربى هنا في الحي دويرات وحي دويرات كلهم مناضلين ومجاهدين انضم الى صفوف جيش التحرير ويحكيوا عليه بزاف هنا في الدار ويحكي عليه مع بابا الله يرحمه وعماتي ويما تحكي يحكيوا عليه بزاف اللي كان انسان حقاني كان انسان راجل وكانت عنده مام جماعه تاعو هنا بعض في الحومه هنا في دويرات ولاد السلطان كان مام هنا يستدير يشاهدوا له بالرجوله تاعو والحقانيه تاعو وكان العمل تاعو اليومي كان شوفور وكان هو مسؤول باش يجيب الاسلحه من مناطق البعيده ليتحول فيما بعد اسم الشارع عليها امير رشيد الله يرحمه زمي الرشيد وكان رشيد مفتاح ثاني صاحبه كانوا تعاهدوا هنايا في الفواره هنا ما في الفواره هذه تشهد عليهم فتعاهدوا تعهدوا اليد في اليد وقالوا نموتوا كيف كيف في سبيل الوطن ونعطيكم حتى حكاية يوم العرس تاعو الزوجة تاعو من الحراش جاب هو والزوجة تاعو السيارة اللي كان فيها الكوسانة اللي كان قاعد فيها مع مراسلح يوم الزفاف تاعو وخدم للوطن وخدم للجهاد هذا في ذاك النهار في ذاك النهار وش حكي لي الشيخ باللي اسمه اللي رشيد تاع البليدة بزاف قتلوا منهم وحتى بالك اربعه ولا خمسه رشيد وبعد ما صارت الخيانه تاعهم هنا كان عندنا الجنان في طريق الشريعه صارت خيانه داوهم ثم وقتلوهم ثم وكركروهم يحكي بلي كركروهم داروا لهم شو كانوا يربطوهم شكون في الحمير كما يديروا شغل لوحه هكذا ويربطوهم فيها كركروهم حتى الجبانه تاع النصارى خلف هذه الجدران يختبئ كنز عمره حقبة من الزمن منازل في منتهى الجمال من حيث تصميمها المعماري المتميز وبأبوابها الضيقة والمقوسة التي تميز واجهات الدويرات الطابع العمراني اللي تميز به الدويرات هو طابع إسلامي عثماني كل منازل تحي دويرات تصيب الباب مقوصة كي تدخل مثال تدخل للدار أول شيء تدخل السقيفة سقيفة إلى ست العين كاين السهريج ولا تدخل وسط الدار تصيب بعض المنازل فيها القواص كما راكم تشوفوا فيها هنايا عندك والحاجة المميزة في الدويرات جايين عندهم حيط النص كما نقولوا بالدارجة
والشيء المميز في الدويرات هو السطوح تاعو. الا طلعت السطح تاع اي دار تتمشى الحومه كاع. دخولك لهذه المنازل يجعلك تقف بمساحه مربعه الشكل مكشوفه السطح تعرف بوسط الدار، فهي عباره عن مساحه تتوسط الغرف المكشوفه من الاعلى، تتزين جدرانها بمختلف النباتات المتسلقه على غرار أشجار الكروم. والبليدة معروفة بالورد، بكري كانوا يديروا لاباطاي دي فلور، كانوا بلاص توتو من هكذا يديروا لاباطاي دي فلور، كاميوات وكرارز كاع معمرين بالورد، يديروا اسمها لاباطاي دي فلور، يضربوا بالورد، بليدة الوريضة. كما تحيط به أعمدة من الرخام منقوشة بزخارف ذات دلالات تاريخية لهندسة معمارية عثمانية. يزين هذه المنازل عدة نافورات وأشجار ليمون، إلا يخلو بيت هنا إلا ويحوي على هذه الشجرة. ناس دويرات عشاقين للطبيعة، يحبوا ناس يحبوا النوار، يحبوا على سبيل المثال في كل دار تصيب جنينة، تصيب شجرة على القارص، تصيب الياسمين، الفل، النسري، مسك الرومي، محمود، خديوجة، منيكشة، ناس يحبوا الطبيعة. دويلات قريب قاع دويلات عندهم الزر تاع القارص. قارص والياسمين والفل. ما كاش دويلة الدار اللي تدخل ليها ما تصيبش فيها شجرة تاع قارص، وشجرة تاع فل، وشجرة تاع الياسمين. بين رمزية الليمون وذوقه قادتنا رحلتنا بين أزقة الدويرات لمحل مختص في صناعة عصير الشربات. هاي خويا تحبوا تضربوا تصويرة شابة فيها. هذيك عادة عندنا. كان لي تسع كاين كذا، هذيك فمايا القاعدة تاعنا في وسط الدار. كما نقولوا نجيبوا العجايز يريحوا شيوخا يريحوا يقصروا يضحكوا يقدموا. وعندنا هذه تاع الشربات، هذه لازم الشربات نحيط بش حبات قارص شويه سكر شويه كذا واضرب على روح. ايه نديروا بهم الخير. هذه شجره تاع قارص تروح لواحد يقول لك انا حبه قارص يعطيك كيلو، يقول لك انا شويه ياسمين نحي لك سوالف، النوار الفل الياسمين. كان الحبق ثاني عندنا في وسط الدار. ومالينا ماشي مربين عليها، مربين على الخير. الشربات اللي مسجرة تاع القارص اللي مغروسة في وسط الدار. احنا بها بدينا. والتينة ثاني كليمانتين بها نخدموها ثاني ميلونج. التينة والقارص ثاني تلقاها في الدار. غير احنا هناك تلقى غالب الدعوة ذياقة تبدا تذياق اللي تنحت هذا طبيعة برك. تقاليد أبناء المنطقة جعلتهم يحافظون على كل ما هو عريق، فعلى بعد أمتار فقط من محل الشربات مخبزة تقليدية يعود تأسيسها لسنة 1862، مختصة في صناعة الخبز والحلويات التقليدية. هذه الكوشة هذه راهي هنا قديمة، هذه راهي تسمى نقول من 1844 قديمة بزاف كاع، وراهي تجوز من الواحد للواحد. أنا يسمى راني بديت فيها من 1973. كان الخبز هنا نخدموه بالحطب، كان بالحطب نخدموه، بعد بدينا بالمازوت، من المازوت بدينا بالغاز. تقدير كان هذوك الثقب اللي هي هاكتو هذوك نديرو فيهم كي نشعلوا الحطب نرميوه الجمر هذاك نرميوه من تحت باش يزيد يسخن اخرى باش تسيب باش تبدا طيب الخبز ترمي الفوقاس، نرمي كيما نقولوا 30 خبزه 40 خبزه الفوقاس هذاك الى نحرق زيد السنة الكوشه زيد زيد السنة ما ترميش الخبز تاعك، والا طاب الفوقاس مليح لا بدا طيب خاص كنا نطيبه بالوحده.
أزقة كثيرة وممرات ضيقة تروي التاريخ والفن، وها هو منزل معجون يؤكد ذلك. شهد هذا الأخير إقامة العديد من الحفلات الموسيقية الشعبية والأندلسية لكثير من أعمدة الفن الشعبي الجزائري، على غرار الهاشمي جروابي، الحاج محمد العنقى، وكمال مسعودي وغيرهم. مدينة الورود تحتضن بين أزقتها أبهى وأجمل المنازل الأثرية التاريخية. هذه المنازل التي تروي كل زاوية منها حكاية هي الآن بمثابة تراث لا يحتاج إلى ترميم فحسب، بل يحتاج إلى إحساس وتفاعل وإصغاء إلى صوت يكاد ينفض أنفاسه الأخيرة. هلا في رواحكم.